للحديث عن فضيحة صفقة السلاح الأوكراني في العراق وفشل الحكومات المتعاقبة بتسليح وتدريب الجيش الحكومي، من بغداد ينضم إلينا مستشار مركز الأمة للدراسات والتطوير للشؤون العسكرية والأمنية العميد ركن خليل الطاي. أستاذ خليل، بداية مرحبا بك. مشاهد الحرب الأوكرانية يعني فضحت استخدام الجيش الأوكراني مدرعات سبق وأن تم بيعها للعراق عام 2009 خلال معركها مع روسيا. العراق يعني دفع ثمن هذه المدرعات، هذه المدرعات مدفوعة الثمن من قبل العراق، لم يستلمها العراق أو حتى يطالب بها، ما تفسير ذلك؟ حياك الله أخي الكريم. العراق بعد استفاد دولته منذ عام 2003 واليومنا هذا تتهافته أخي الكريم رياح الاحتلالين الأمريكي والإيراني. اليوم لدينا عناوين مؤسساتية لا تفقه في العمل المؤسسات المهني ولا يمتلكون قوة التفاوض والتعاقد بسبب فقدان لسيادة القرار. فمن أبجديات التعاقد العسكري والأمني هو اعتبار العقد مفسوخا إذا أخل بأحد فقرات العقد، سواء من حيث توقيتات العقد أو التجهيزات أو المواصفات والكفاءة للسلاح والمعدة. والدبابات الأوكرانية المتعاقد عليها عام 2009 أثبتت فشلها من حيث المواصفات والكفاءة، لذلك من حق العراق أن يرفض العقد ويسترجع المبالغ، لكن لم يحصل هذا بسبب أن أطراف التعاقد العراقية فاسدة ومفتشية وغير مهنية، لذلك لم تستطيع أن تحقق شروط التعاقد والإخلال به مع الجانب الأوكراني أو حتى استبدال العقد أو استرجاع قيمته المالية. وهذا طبعا ليس أخي الكريم في العقد الأوكراني فقط، بل في جميع عقود التسليح السابقة والحالية والتي انتهت بشبهات فساد وهدب للأموال دون مردود إيجابي على واقع العمل الميداني العسكري والأمني في العراق. هدر للأموال، يعني حتى جاء في التقارير أن هذه الصفقات تكفي لتسليح 5 جيوش وليس جيشا واحدا. مع هذا الهجوم الذي استهدف أربيل اليوم أستاذ خليل الطائي، إلى أي مدى يكشف ضعف تسليح الجيش الحكومي؟ أخي الكريم، الجيش هو تنظيم تعبوي يخضع أفراده لتدريب كفو ومنضبط ومزود بأسلحة ومعدات جيدة وقادر على اتخاذ القرارات وتنفيذ الإجراءات والمتطلبات وفقا لحالة البلد وتهديد الواقع. وكل هذا ينفذ بالعقيدة العسكرية الصحيحة، لذلك التسليح هو أحد عناصر كفاءة الجيش. أما في العراق المحتل فهو يسير في نفق أمني مظلم وضعت هدفا واهيا وجغرافيا قلقة عسكرية وأمنية بسبب فوضى القيادة وتعدد السلطات اللي تتحرك مؤسساتي والتي أدت إلى غياب المنظومة المهنية، ناهيك عن مرجعية قادة هذه التشكيلات العسكرية والأمنية التي أما أن تكون ميليشياوية أو موالية لها. لذلك المؤسسة العسكرية ليست فاقدة اليوم لعنصر المبادئة فقط، بل غير قادر على حماية الوطن والدفاع عنه. هذا أمر خطير أستاذ سيادة العميد الركن خليل الطائي، يعني عندما لا تمتلك الدولة مقومات القوة ستكون لمن هب ودب. كيف يمكن لسلطة يعني تحكم العراق وتقول أنها تحكم العراق أن تسمح بهذا الفساد في تسليح الجيش الحكومي؟ مدرعات الدفعة الأولى منها كانت رديئة، يتوقف التوريد دون استرداد المبالغ المدفوعة، بالتالي المحصلة العراق ضعيف وبدون تسليح. جميع السلطات المتعاقبة على حكم العراق بعد عام 2003 هي سلطات فاسدة ومنزوعة السيادة والقرار، وعناصر التفاوض والتسليح فيها مرتبطة بشبكات ومافيات حزبية وميليشياوية داخل ضمن هذه السلطة، وتتخذ من الفساد ثقافة ونهج تتباهى به. لذلك نرى بعض هؤلاء الفاسدين يسيل أمام كل عقد تسليحي دون الركون إلى ماهية العقد وصلاحية المعدة أو السلاح وتأثيره على إمكانيات من الناحية العسكرية. سيادة العميد، من الناحية العسكرية هل ترى أن هذا الأمر مخطط له؟ يعني في كان في العراق هيئة تسمى هيئة التصنيع العسكري، كان العراقيون يفتخرون بها قبل العام 2003 قبل الاحتلال. هذا الدعم للتسليح والتصنيع العسكري العراقي الذي يعني يدل على هوية البلد والذي يدل على الهيبة والقوة، لماذا يغيب الدعم عنها؟
إضعاف الجيش وتحويله إلى مؤسسات غير مهنية وعشوائيات متأملشة الفكر والنهج والسلوك هي إحدى الغايات الرئيسية للاحتلال الأمريكي والإيراني. هيئة التصنيع العسكري التي طالما تباهى وتفاخر بها العراقيين قبل عام 2003 لم تكن عنوان فقط، بل ضمت في ثناياها كفاءات وقدرات وخبرات كبيرة كانت تسير وفق سياقات عمل ثابتة وبإشراف هيئة رقابية على أعمالها وإنجازاتها، واحتلت مراتب متقدمة في مجال الصناعات العسكرية. أما اليوم فالأمر ليس متعلق بهذا العنوان أو غياب الدعم عنه، فجميع حكومات الاحتلال قد مارست أكبر وأوسع عمليات فساد ودور اغتيال تحت مفردة الدعم. وما تسمى بهيئة التصنيع الحربي اليوم هي عبارة عن هيئة متأملشة اشتتت الخبرات واستبدلتهم بالولائيين ويتناوب على رئاستها وقيادات من الأحزاب الموالية لإيران، تساهم في عرقلة عجلة الإنتاج العسكري سعيا منها لإبقاء العراق خارج منظومات التطور الصناعي العسكري. وهذا إحدى غايات الاحتلال العسكري وضمان العراق بديمومة الاستباحة الشاملة لأرضه وسمائه ومياهه. شكرا جزيلا لكم سيادة العميد ركن خليل الطائي، كنت معنا من بغداد مستشار مركز الأمة لدراسات وتطوير الشؤون العسكرية والأمنية.